ولله المرتبة الأولى وطنيا. وحصوله على تقدير ممتاز بمعدل 19.20. إذا نصفق على هذا الترشيح. تحصلت على معدل 17.62. ميز هذه الدورة ارتفاع عدد الناجحين بتقدير ممتاز الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 18/20، حيث وصل عددهم 517 متفوقا، في حين بلغ عددهم في الدورة السابقة 108. العلامة الكاملة 20/20 في بعض المواد 8389، بينما بلغ العدد في الدورة السابقة 3363. مؤشر إيجابي وبدون شك سيحسن مستقبلا من منظومتنا التربوية، وسينعكس إيجابا على ترقية التحصيل الدراسي لأبنائنا وتحسين مستواهم.